اهلا ومرحبا بكم، معاكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. راح اتكلم اليوم عن المايك اللي في الاي 5000 واللي في الاس اكس 900. طبعا انا حاليا ما يحضرني الاي 5000، اللي يحضرني الاس اكس 900، والاثنين نفس الشيء. بس اللي يفرق ان الاس اكس هذا اللي الحين اشرح عليه في شيء اسمه الهارموني فوكال. في ناس سالوني عنه، هذا مش متواجد في الاي 5000 ولا حتى في الاس اكس 700 ولا في حتى في الاس اكس 600. اللي متواجد في الاي 5000 والاس اكس 700 و 600 اللي هو المايك العادي، ما في اللي هو الفوكال هارموني اللي صوت حريم وصوت رجاجير وصوت كذا وصوت الكتروني وفوكودر. هذا مش موجود في الاي 5000 ولا موجود في ال 700 ولا موجود في ال 600. طيب كيف توصل لهاي الخدمة عندك في الـ A5000؟ تروح على يا ان عندك هنا المايك، زرار المايك بتلقى موجود مكتوب لك مايك سيتنج وفوكال هارموني. هناك بتلقى مكتوب عندك مايك سيتنج وفوكال هارموني، بس براويك شو الفرق. يا انك عن طريق الزرار هذا او انك تروح في المنيو، تروح على اللي هو منيو رقم 1، بتلقى فيه هني خدمه اسمها مايك سيتنج، يحولك على طول على المايك، تطلع لك الصفحه هاي. طيب انا حاليا الحين مركب المايك، اقول الو ما في صوت. ليش؟ لان اول ما تدخل في الصفحه هاي فيه هني صوره مايك، لاحظ محطوط على اوف. اول ما تضغط عليها تشغل المايك، لاحظ الحين اشتغل المايك معك. طيب اللي شوف كلمه الاون وكلمه الفوكال وكلمة التوك والجيتار هاي كلها نفس الشيء موجودة عندك في الاي 5000، لكن هذا اللي تحت هني هذه الخانة هذه تشوفها هاي مش موجودة عندك، لان هاي خاصة في الاي في اللي هو في الاس اكس 900، لان حاطين في نظام الفوكودر ونظام الفوكل. يعني شوف انا الحين بضغط هني مرة ثانية على الزرار نفس اللي عندك هني، وين يحولك؟ شوف في اسمه شيء اسمه فوكال هارموني. هاي الاشياء اللي هي الهيومن ما هيومن وهالاشياء اسمها هلو 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 يا يا، يعني تبى صوت حريم تبى صوت كذا، كله موجود عندك. شوف يتغير كيف. هاي الاشياء مو موجوده عندك في الاي 5000، هذا اللي يفرق بينك وبين الاس اكس 900. يمكن في ناس ما تهتم بهاي الامور، لكن في ناس تهتم بهاي الامور. شوف كيف يتغير، هذا هو الفوكال هارموني. الو 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 الو، شوف اسمه جيرز الكانتري. طبعا شيء منهم يشتغل على الكورد، شوف مجرد ما اضغط على الكوردات يطلع لك الخدمه. الو 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 الو. طيب نرجع مره ثانيه على الصفحه اللي هي اللي في الاي 5000 اللي هي نفسها، فهمت؟ يعني انت ما عندك نظام الفوكال. زين الاون اللي هي تشغل المايك، تلقى عندك الصفحة هاي. شوف هني موجود هني شو مكتوب لك، عبارة عن هايك ومد ولو. هاي تتحكم في ضخامة صوت المايك، يعني إذا ينا عند اللو اسمع معي ألو ألو ألو، ينعم الصوت مثلا ألو 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 ألو. شوف ألو تختار على كيفك، احنا مثلا هني الهايك شوف ألو 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 ألو، شوف كيف يتغير نبرة الصوت تتغير. شوف ألو ألو، شوف اختفى. شوف ازيد الو الو الو، اسوي هاي الو، شوف يتنعم الصوت. عندك الميد الو، شوف كيف استوى، كانك انت عندك اللي هو الايكولايزر، يعني هاي الفئه اللي فوق خاصه في الايكولايزر على حسب ما تحب. طيب اذا جيتني عند الفوكال مثل ما قلت لك تطلع لك هاي، اما اللي تحت هذه الكمبريسر والهاي هاي خاصه في الجيتار. اذا جيت في الجيتار، هذا الجيتار شو معناته؟ انك انت تبغى تدخل صوت جيتار من برا، تبغى تسجل اوديو مقطع اوديو وتحطه في المالتي باد. طبعا هاي الشغله انا للحين ما اشتغلت عليها، بس انت تقدر تركب مقطع اوديو اللي هو يسمونه الويف يعني اللوب، وتقدر وتخزنه في المالتي باد وتلعب فيه. زين طبعا حاليا ما يحضرني. شوف الحين انا حاطه في المايك، شوف رحتني عند الكمبريسر يتغير معاك نفس الطريقه. الو 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 الو، شوف اختفي معاك.
الو الو الريتيو حسب ما تبغى. شوف كيف الاوت اللي هو فوليوم الاوت يوم يطلع عندك كيف يعني اذا تشوف الحين الو ما في الو 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 مثل الفوليوم. زين لاحظ معي هنا 100 100 شو هذا؟ انت تتحكم في اللي هي تتحكم في قوة الصوت، تتحكم في قوة الصوت الفوليوم مال الصوت. طبعا اذا وصل عندك هنا وانت تتكلم ليل الاحمر هذا يسوي لك خرخشة، راح يطلع معاك اذا كنت تغني مع اغنية راح تطلع معاك خرخشة. حاول انك انت تقصر عليه، شوف لو انك انت مثلا تصرخ او شيء ما يوصل عند الاحمر يكون احسن، لكن لو انت وصل الحين عند الاحمر وانت مقصر تمام مو مشكله، يعني 76 ويقطع الاحمر مو مشكله. طيب اذا جيت هني عند التوك، الو التوك يعطيك بعد ميكسينج هني. شوف لاحظ معي تحت هني الميكسينج نفس الطريقه تبان اللي هو يمين يسار الريفب الكورس. شوف مثلا كورس الو الو الو، شوف يتغير نبرات الصوت، يعني كل عمليه بسيطه انت تضبط المايك والصوت على حسب انت ما تبغى، ما في اي شيء صعب. زين كيف تفصل للافكت؟ مثلا تبغى افكت عندك هني في كلمه بتلقاها فوق شوفها افكت، تضغط عليها شوف يحولك على الافكت. احنا حاطين الافكت طبعا تتكون من رئيسيه وفرعيه. الحين مثلا شوف اذا دشيت لازم تعمل له اون عشان يشتغل معك. انا جيت الحين خاصيه الديلي، الديلي بروحها ثلاث صفحات فرعيه، عندك الريفر صفحتين، الدستريشن شوف شو يتغير صوت. هني تروم انت تتحكم في المايك، يعني هم عطوك خاصيه تشبه خاصيه الفوكال هارموني، يعني ما حرموك من الفوكال هارموني اللي موجود في الاس اكس 900. تقدر من هي تخلي صوتك مثل بعيد قريب ريال شيء، يعني شوف كيف مثلا الحين على حسب ما غير. شوف الو 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 الو، شوف هذا كله في 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 ديستريشن. زين في عندك الديلي، ديلي شوف يتكون لكم من ثلاث صفحات، هذا كله ديلي ديلي. زين عندك الاكيولايزر اند كوم، هذا بعد يتكون من صفحتين، شوف تقدر تغير فيه تليفون، شوف كانك تتكلم في التليفون. زين عندك الموديليشن، شوف يتكون من الكورس، يتكون من كذا، من الفلينجر، عندك هاي عندك ست صفحات، هاي الموديليشن بروحها ست صفحات. بهاي الطريقه انت تضبط الصوت اللي تباه بالطريقه اللي انت تباها عشان تغني، عشان تغني مع الاغنيه. عرفت كيف توصل للافكت؟ تشغل المايك الاون، تدش على الفوكل هني، قلت لك تضبط. اذا جيت عند التوك يعطيك تحت هني ميكسينج توك، هني يزيد عليك هاي الصفحه. زين طبعا هاي زين تبغى الحين كيف توصل على الافكت، تبغى تسوي ديلي تدق على كلمه افكت، تفتح لك الصفحه هاي تشغل اون، تختار الفرعات الرئيسيه اللي هي الرئيسيه مع الشغلات اللي هي الفرعيه. طيب نرجع هني، شوف كلمه جيتار مثل ما قلت لك هاي حق الشيء اللي انت بتدخله من برا، بتسجل اوديو، بتسجل شيء يعني مثلا انت الحين تدخل الجيتار وتروح عند الاغنيه وتسجل الاغنيه اللي هي تحطها مثلا على المنيو. شوف تروح المنيو تحط الجيتار وتضبط صوت الجيتار، تروح الريكورد، شوف عندك يسمونه اوديو ريكورد. الحين هني اذا كان في صوت جيتار راح يدخل معاك في الاغنيه بالطريقه اللي انت مضبطنها، وتقدر تتحكم في الفوليوم مال الجيتار. بهاي الطريقه انا قلت لك كيف انك انت توصل وتستخدم المايك اللي موجود في الـ A5000، لكن الشيء اللي يفرق ان انت ما عندك الصفحة هاي اللي هي الفوكال هارموني. والى اللقاء مع معلومة ثانية.